السلام عليكم ورحمة الله. يا سيدي اسمع، الغريبة والعشيبة في العالم الكل نحكيه على الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، ونحكيه على دستور الدولة، ونحكيه على القضاء. في تونس وحدها نحكيه على انتخابات الرئيس. انتخابات الرئيس كما برلمان الرئيس، كما دستور الرئيس، كما قضاء الرئيس، كما كرهبة الرئيس، كما قصر الرئيس. يعني فضيحة بأتم معنى الكلمة. حتى الهيئة المستقلة لانتخابات ليزي اللي كسر لها كريمها وعوجها وفلقها ودقدقها وبركها وخلى أبو عسكر خدام عنده، ما عاش عنده رغبة السيد انه يستعمل الهيئة المستقلة لانتخابات، لانها طلعت له ارقام كارثية في الدستور، في الاستفتاء على الدستور وفي الانتخابات البرلمانية. لذلك السيد خليلكم، انا ما نحبش نستعمل الهيئه نتاع الانتخابات، ويلزم نهبط امر رئاسي. اكثر من هكا، الراجل راهو هبل دخل بعضه كي قالوا له يلزمك تعلن على تاريخ الانتخابات. اكثر من هكا، الامر الرئاسي هذا امر رئاسي بطبيعه الحال. يعني الانتخابات اصبح مشكوك فيها بشكل كبير، باعتبار انه جماعه الهيئه المستقله للانتخابات ما يحبوش يدخلوا الحبس اذا يزوروا الانتخابات. والسيد هو هذا يعتبر روحه فوق القوانين، يعني يقدر يزيف من القصر. يعني القصر الرئاسي هو الآن المسؤول على الانتخابات، فكيف يدعي اللي هو باش يقوم بانتخابات شفافة ونزيهة؟ يعني كارثة بأتم معنى الكلمة. الرجل هذا اللي هو الآن ما عندوش رغبة انه يقوم بانتخابات ويواجه ايا كان. اكثر من هكا، الراجل يحب يلعب بالصندوق، يحب الصندوق يكون في القصر، ويحب هو اللي يسير كل شيء من داخل القصر. فانتبهوا يا جماعه اللي مازلتوا تعتقدوا اللي السيد نتاعكم هذا جاء لانقاذ البلاد. راهو جاء من اجل مصلحته هو، ومن اجل انقاذ التجمع. الناس اللي تكذب علينا، على الناس اللي سرقت، والناس اللي فكت، والناس اللي هربت بالفلوس، في الأخير نعرفوا شكون اللي هرب بالفلوس، ونعرفوا شكون الآن اللي مستفيد للعنكوش من الكارثة اللي عايشينها في تونس.